ولأنه مهنة الجواهرجي واحدة من المهن اللي فيها تعامل مباشر مع الناس وشياكة ومظاهر حلوة وفلوس كتير بتدفع، لازم يبقى قصادها خدمة حلوة كده ومتدلعة. لكن ده ما يمنعش من شوية كذبات أو مبالغات بتتقال للناس. أول واحدة إنه هيقولك الحتة دي أحسن حتة بتبيع عندي أو بس سيلر، ودي كلمة بعض الجواهرجية بيقولوها لما يبقى عايز يمشي نوع معين كده، فيقولك إن دي أحسن حاجة بتبيع عندي فتتحمس وتشتري. الكذبة التانية هي المصنعية. المصنعية مش كذبة ولا حاجة، ما هو أكيد الراجل اللي عمل القطعة دي محتاج ياخد فلوس، ده طبيعي، إحنا مرضيين بده مش كده؟ لكن الفكرة بقى إنه دي من أكتر الحاجات اللي سعرها بيختلف من مكان لمكان تاني. لكن في الآخر الجواهرجي لازم يقول لك الجملة الشهيرة، أنا عامل معاك واجب ما حصلش قبل كده. الكذبة التالتة، هيقول لك لو هتبيعه هتكسب أضعاف كمان. وطبعا معظمنا بيشتري الذهب عشان احنا بنسميه كده نوع من انواع التحويش، التحويش اللذيذ اللي شكله حلو. لكن احيانا كتير مفيش حاجه بتتباع بتبقى بتكسب قوي الا حاجات معينه نادره بسبب المصنعيه وتفاصيل تانية كتير، فمش بنكسب قوي في الحاجات البسيطه. هيقول لك ده هياكل منك حته، ما احنا اتفقنا في صنعه اللسان الحلو، العروسه الحلوه اللي بتبقى واقفه بتختار الشبكه او اي حاجه هتشتريها، الجواهرجي لازم يقول لها الكلام الحلو ده. غالبا كمان العريس بيقول لما بيبقى زهق بعد 5 ساعات لف على الشبكه، صح؟ قمر حلوه يلا اشتريها. هيقول لك مفيش فلوس، ودي جمله غالبا الجواهرجي بيقولها في مناسبتين، لما يكون السوق مضطرب شويه وهو مش عايز يشتري دلوقتي عشان ما يخسرش، او لما تكون رايح تدفع له بفيزا ويقول لك الفيزا مش شغاله. هيقول لك طبعا بعد ما نخلص ونلف الحاجات الحلوه ونحطها في العلبه نيجي ندفع، فيقول ما بيقولكوش خلي عنك، خلي عنك، خلي خلي، دي واحده من كلاسيكيات البيع في مصر. كذبه لذيذه كده احنا متعودين عليها وعارفين انها مش بجد، لكن هي لذيذه بنحب نسمعها وهو كمان بيحب يقولها. خدعه الموضه والكولكشن الجديد، معظم البنات وهما بيشتروا ذهب أو فضة أو أي حاجة جديدة بنروح ورا حاجة شفنا حد مشهور لبسها، فلو حد مشهور لبس الغويشة دي، الغويشة دي بيحصل فيها إيه؟ سعرها بيزيد على طول وبتبقى نادرة، وهجيبها لك من عيني. خدعة حلوة بس إحنا عارفينها وبنقع فيها. هيقول لك الذهب هيغلى، ودي جملة جميلة بيقولها لك عشان يحسسك إلحق اشتري دلوقتي وخد قرار، يعني لو أنت متردد وبتشتري حاجة هيقول لك دي هتغلى بكرة، لازم يشجعك عشان تاخد قرارك بسرعة. خدعة الفصوص الكتير، المجوهرات هي من الحاجات اللي وزنها طبعاً يتقل فلوس، عشان كده الجوهرجي هيحاول يقنعك إنك تشتري الخاتم الحلو ده بغض النظر عن نص وزنه اللي رايح في الفصوص. الكذبة العشرة، لو سمعت جملة لفشلك دفش أشفور، السايق بيقولها لزميله اللي في المحل، اعرف إنه بيقول عليك إيه. حد عارفها دي؟ لفشلك دفش أشفور، هو عايز يقول لصاحبه إن الزبون اللي قاعد قدامك ده معهوش فلوس. السايغ واحدة من المهن اللي عندهم لغة كده بينهم وبين بعض، هتلاقيه بيكلم زميله في المحل بكلام وطلاسم ممكن ما تعرفهاش، لكن ببساطة حاول لو زادت تون الكلام ده وانت قاعد اعرف إن الكلام ده عليك انت الزبون. خد نفسك شوية وارجع نكمل في تحديات مهنة الجوهرجي. في خدعة ظالمة جداً اتخدعنا بيها طول الوقت، إن أي حد بيبيع حاجة غالية ضروري يبقى معاه فلوس كتير قوي ملهاش حساب، أو يكون شخص مرفه ما عندوش تحديات. الحقيقة إنه الجواهرجي زيها زي أي مهنة في الدنيا، مليانة تحديات وتفاصيل ومشاكل، أولها تغير الأسعار. المجوهرات، الذهب، الفضة وكل حاجة تشبه ده من أكتر الحاجات اللي سعرها مش ثابت، يوم نازل ويوم طالع، وهو مطلوب منه انه يحافظ على مستوى شغله وعلى رأس ماله عشان يقدر يكمل في المهنة دي. مين بيحب الفصال؟ مين بيفاصل وهو بيشتري حاجات؟ حد في حد خبى؟ يبقى شاطرة، ما دام خبيتي وشك تبقي شاطرة في الفصال. الفصال واحد من أكتر التحديات اللي الجواهرجي عايش فيها طول النهار، الستات اللي بتحب الفصال بشكل غير منطقي. هو أحيانا ما بيبقاش عنده رد، بس هو مضطر يكمل للآخر، خلاص مش هبصلك تاني.
التحدي الثالث طبعا هو الامان. اي حد فينا لو معاه شويه فلوس او معاه حتتين حاجه قيمه في البيت بيخبيهم فين؟ في امن حته عنده. خلي بالك انه الشخص ده راس ماله كله هو بيحاول يحافظ عليه ويقفل عليه المحل كل يوم وهو مروح. طبعا الحمد لله الامان موجود، لكن طبعا هو قلقان وحقه يبقى قلقان. التحدي الرابع العماله. في شغلانة الجواهرجي صعب قوي تلاقي عمالة فاهمة ومدربة وقديمة في المجال ده، لأنه المجال ده بقى فيه ندرة في الخبرات، ومعظم الخبرات اللي انت بتحتاجها تساعدك وتتسند عليها لازم تكون خبرات قديمة وطويلة في المهنة. التحدي الخامس صناعة الذهب. أي جواهرجي بيواجه تحدي مع المصنعين، وفي الغالب الناس بتقبل على الأشكال اللي في الأغلب مستوردة وغالية على الناس، فهو كمان نفسه يحسن من جودة وصناعة وسعر المنتجات المحلية اللي هو بيبيعها. تحدي اسمه ورش بير السلم. زي ما كل حاجة في الدنيا فيها أصلي وفيها تقليد، حتى صناعة الذهب فيها مشاكل كتير جدا بسبب حاجات مغشوشة. بيبقى ذهب فعلا لكن معاد تصليحه، أشكال مش لطيفة، أنواع معينة تتعمل بشكل مش دقيق. ده بيضر قطاع كبير جدا من المصنعين في الذهب. طبعاً تحدي الوضع الاقتصادي. زمان اللي كان بيشتري ذهب علشان يحوش ممكن النهاردة يكون ما عندوش أصلاً الزيادة اللي يشتري بيها ذهب، أو في الغالب مش قادر اتشال البند ده من عنده. ده تحدي حقيقي على سوق الذهب لازم كمان إحنا نراعيه. تحدي أدوية الصداع النصفي. تخيل يا مؤمن واحد يدخل محله ساعة 10 الصبح لحد 10 بالليل بيتكلم 12 ساعة على مدار اليوم. اسأل أي جواهرجي هيقولك مشكلتي الحقيقية الوحيدة هي الصداع، وتخيل بقى لو الصداع ده كان من غير بيع كمان. التحدي التاسع في مهنة الجواهرجي هو الرقمنة. كل حاجة دلوقتي بتتحول للرقمنة، يعني بتبقى ديجيتال. فتخيل كده إنه التاجر القديم بشكله القديم هو قاعد في محله ومستني الناس تجيله، في دلوقتي أجيال كاملة حتى المجوهرات والفضة والذهب بيشتروها أونلاين. لو ما اتطورش وبقى جزء من السوق الجديد ده هو في الغالب بيبعد كتير. التحدي العاشر الإشاعات. من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بالأسعار تطلع وتنزل بسبب إشاعة الذهب. إشاعة تدخل على سوق الذهب ممكن تخلي الأسعار تزيد في لحظة أو تقل في لحظة. الزيادة والنقصان مش دايماً مكسب، لكن أحياناً بيبقى فيها خسارة.